اهلا وسهلا مشاهدينا، رجعنا من الاستراحه. هنبدا مع بعض الشوط الثاني، يلا بينا. هنبدا في وصفه الايس كريم الشوكولاته. احنا قلنا مقاديره، بس هقولها مره كمان. عندي 500 ملي من الكريمه الخفق اللي هي الكريمه الحلويات، وعندي 200 جرام من الحليب المكثف المحلى اللي احنا عملناه، وعندي نص كوبايه كاكاو خام، ربع كوبايه من الشوكليت شيبس. ودي تريحكم، عايزين تحطوا سبونج كيك، عايزين تحطوا صوص شوكليت، مفيش مشكله خالص. تخيل، تعالوا بقى احنا هاخد كده الكاكاو. المفترض ان انا عامله الكريمه الخفق خلاص جاهزه، مش عايزه بقى اضربها تاني، انا هجهزها هنا مع حضراتكم كده. يعني هي اتضربت، بس انا هنزلها مضروبه، بنخفقها ساقعه. يفضل تكون من الثلاجه، طلعت ساقعه وتمام، عشان نبدا نخلط الخليط الحلو ده معانا. هنحط معاه برضو حليب مكثف محلى. هديها بس لفه بسيطه كده، ونقدر بايدينا كمان زي ما انتم عايزين. يعني انا مش شرط ان انا اعملها في الكب اساسا. اهو هاخد شويه منها برضو. ادي الحليب المكثف المحلى، عايزه اقول لكم رائع رائع، يعني اسهل ايس كريم ممكن تاكلوه الحقيقه. يعني بسم الله، هنقلب دول بس تقليبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل اللي في الجوانب كده، ننزل اللي في الجوانب بسباتشولا تانية. اهو عايزه اقول لكم الطعم هيبقى رائع. اتحط بس في علبه، علب بقى خصصوها للايس كريم حلوه كده. بصوا قوامه، بصوا المطه، بصوا رائع. تعالوا بس كده ايه، نقفل هنا وبعدين بقى نعمل. الناس بقى اللي بتحب ساعات السبونج او الكيك اللي هو موجود عندنا بواقي كيك نشفت، ما ترموهاش، حطوها في الفريزر في كيس هنحتاجها في وقت الايس كريم. ممكن تتفرفط كده وتتحط قطع، وممكن تبقى في يعني مطحونه. المعيار على اللون الدرجة دي هشوفوها دلوقتي، إن شاء الله يا رب تنول إعجاب حضراتكم. اللي عايز بقى أكتر يخلي اللون أغمق، ادوا صوص شوكولاتة. أنا هدي هوريكم دلوقتي، هديها صوص شوكولاتة بسم الله الرحمن الرحيم، عشان بس ما يقعش. بسم الله، أوكي، وهعمل كده. بصوا الخليط ناعم إزاي، واو ما شاء الله. كده بصوا بقى، هاخد كده بقية الخليط اهو، شايفين كريمي وجميل ازاي. انا مش عاملة كمية كبيرة، بس كفاية ان احنا عملنا وصفه ما خدتش 5 دقايق. طبعا كونوا مجهزين الحليب المكثف المحلى من قبل عشان يبقى ساقع مع حضراتكم، يديكوا نتيجه اسقع واحلى، يمسك اكتر وطعم جميل. وبعدين بياخد ساعتين مثلا في الفريزر الايس كريم ده، في مثلا يعني علبه كده بسيطه، وايه وتستخدموه على طول. بصوا بقى انا ممكن ازود هنا في النص، هعمل كالاتي، ودي حاجه اضافيه هعمل كده، بس هو المفروض في علبة. بسم الله. ممكن نزود شوية صوص اهو. بسم الله، بصوا شوية صوص كده خفيف، يعني خيوط كده من الشوكولاتة منه. بصوا بقى هعمل كالاتي، وبعدين على الوش
هحط الشوكليت شيبس. طبعا المفترض يبقى في علبه، هوري حضراتكم في العلبه هيطلع شكله ايه. كده هنغطيه. العلبه دي علبه بلاستيك او علبه ازاز على حسب الموجود عند حضراتكم. هتتغطى الاول بكيس ثلاجه وتتقفل وتتحط في الثلاجه لمده ساعتين. هتطلع ممتازه. هتاخدوه بقى تلاقوه كريمي، هوري حضراتكم بس في الاخر عشان مش عايزه اقدمه دلوقتي، خليه في نهايه الحلقه تشوفوه علشان يبقى متماسك وجميل. طبعا كريمي رائع. احنا استخدمنا كاكاو خام، فالكاكاو الخام اصلا صحي. عملنا صحيح الحليب المكثف المحلى وحطينا نسبه سكر، تقدروا تخفوا نسبه السكر لو عاوزينه خفيف او اخف من كده مفيش مشكله خالص. الناس اللي حابه تستخدم السكر الدايت ممكن تستخدموه على فكره، ممكن تستخدموه يبقى قوامه خفيف ولطيف وتبقى يعني بيطحن. وفي من السكر الخاص بالدايت في منه برطمانات 250 جرام، انواع يعني انواع مختلفه، بيستخدم وبيطحن ومفيش فيه مشكله خالص. اعملوا اللي انتوا عاوزينه. شوكليت شيبس دي شوكولاته برضو فيها 70% من الكاكاو، يعني شوكولاته صحيه. الفكره في الكريمه، عايزين تعملوه من غير كريمه اعملوه، لكن انا بتكلم على التيست، الطعم اللي بتاكلوه بره وبتحسوا طعمه كريمي وجميل وليه طعم حلو. اهم حاجه نوع الكاكاو، الكاكاو ده مهم قوي، في منه انواع كتير. انا مستخدمه هنا الكاكاو الاسباني اللي انا جايباه من عند العطار، حضراتكم تقدروا تجيبوه واللون جميل الطعم جميل فهتستمتعوا بيه. طيب كده احنا خلصنا الايس كريم الشوكولاته.